فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أخذ الأجرة من الرجل الذي كان يتعامل بالربا، أو الرجل الذي كان أصل ماله من الحرام؟ إذا كان عنده أموال حلال وعنده أموال حرام فلا بأس أن تأخذ، على أنه ما تعين أن هالمال أنه من الحرام، ما تعين أنه من، إذا علمت أنه من الحرام لا يجوز. أما إذا لم تعلم، عنده حلال وعنده حرام، تحمله على أنه من الحلال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم يأكلون الربا، لكن عندهم أموال مباحة وعندهم تعامل مباح. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.